أنا اليوم بالصدفة قابلت واحد من أصدقائنا في الحرم، ما أعرفه والله غير اليوم تشرفت في معرفته، وكنا نتناقش وصب واحد سكر لواحد، قالوا لا أنا عندي سكر، قالوا يا ابن حلال أنا عندي قصة مع السكر، وراح أقول لكم القصة هذه واحتسب عند الله عز وجل الأجر. هذه تجربة من شخص كان يعاني من السكر، يقول لكم التجربة بلسانه. مساكم الله بالخير. والله يا إخوان، والله ولله الحمد، يا ربي لك الحمد والشكر، جربت العشبتين هذه ولله الحمد خلال 3 أسابيع ونص. الدكتور نفسه اللي معالج لي استغرب النتيجة، كان السكر التراكمي 12.9، بعد 3 أسابيع ونص، خليني أقول شهر كامل، ولله الحمد ولله الحمد حللت التراكمي وصل 7.7، اللهم لك الحمد والشكر، فضل من الله ومنا. العلاج كان عبارة عن ملعقة صغيرة من البردقوش، ملعقة صغيرة من البردقوش يضاف عليها كمية ما بين الأصابع كده إكليل الجبل، توضع في كوب ماء ويصب عليها حوالي 200 إلى 250 ملي لتر ماء ساخن، يتغطى وغطيها 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى أن تبرد كده، يصفى المشروب، يصفى المحلول وينشرب، كاسة في الصباح إن شاء الله على الريق. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا